كم مرة من الزمن لم ألقاك فيه، حتى كدت أنكر ملامحك. تغيب الوجوه وتكاد تنسى ولا تنسى، ويغيب ما في الصدور. فاكشف عنه، لما غادرت الموصل؟ علمت بافتراقك عن قطري بن الفجاءة وعن الأزارقة. فرقة مكان، لنكون جبهتين على عدو واحد. سألت فعلمت وجئت، لنضع يدا بيد ونكون حربا على عبد الملك وآل مروان وبني أمية. لهذا اخترت الجزيرة الفراتية؟ إقراب من موطن الشر وإقلاق لصاحبه، الجالس على كرسي الملك الجاثم على صدور الخلق. أتذكر حين قال عبد الملك بن مروان أنا بكر بن وائل، وهو يقصدني، قوم لا أحب أن يكثروا في البلاد؟ لا أنسى، وقد كتمتها في نفسي وقلت سيعرفها في يوم من الأيام. قد حان ذلك اليوم، ولهذا قربت بيني وبينه، ولهذا وجهت حربي إليه لا إلى سواه. العشاء يا غزالة. لو وجد بيننا كثرة مثل غزالة أو أنداد لها. دعك من هذا، فما دخلت إلى قتال إلا وكان قلبها معي تشد من عزمي، وما مسكت بالسيف إلا وكانت يدها على يدي. وهذه كفاية عن تلك الكثرة التي ذكرت. فماذا تقول يا أبا بحر؟ كنت تؤجل والآن تعجل. أجل، فقد عجلت الأيام بانقلابها، وما كان يصح بالأمس لا يستقيم اليوم. كنت أنتظر أن يزداد هذا الخرق بين الخوارج، وأن أعبر إليهم من خلال هذه الفجوة التي بينهم. الأمر على ما ذكرت، فالتشقق يزداد، وما بقيت إلا قلة مع قطري بن الفجاءة، وإن تمهلت ضعف أكثر. لكن الأمر انقلب إلى وجهة أخرى، فقد ذهب ملك الزبيريين في العراق، وساد عليه عبد الملك بن مروان، وهو من تعرف. لم أدرك قصدك. إن كنت سأذهب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان مبايعا وأضع سيفي في موالاته، فلن أذهب إليه خالي الوفاض، بل سأحمل إليه انتصارا على الخوارج ودعرهم. أتفعل هذا يا مهلب؟ هل غير هذا الرأي؟ اسمع يا أبا بحر، لقد آليت أن أجتث الخوارج وأستأصلهم، ولا عبرة بعد هذا بمن يوجهني لحربهم. إنما وأنت تعرفني صاحب همة وبأس، وإني لغالب بإذن الله، فلا أكون في هذا بجانب الضعيف المقهور، بل القوي القاهر، وفي هذا خير للناس. لا أدري ما أقول في هذا. بل تدري، لكنك تكتم وتشد على الجرح ولا تفصح، ولن تفعل إلا حين تجد الخوارج وقد أزيل وأزيل خطرهم. فما سميتني وما اخترتموني إلا لهذا، وإني له. تأخر هذا الليل، فأذن لي. سيعقبه نهار يا أبا بحر. فليعلن مالك في القوم بأن المهلب سينهض لمقارعة الخوارج وحربهم وغزوهم في ديارهم حتى يجليهم عنها. فمن كان ذا نخوة وهمة على القتال فلينهض معي. تقلبين الجمر. أقلب الجمر، هذا قادرة عليه.
إنما ما حيلتي في جمر يكوي ويلسع في الحشا. هجع ضيف. أجل، قد أتعبه سفره الطويل فرقد. فما الذي يطلبه؟ ما بك يا غزالة؟ أتنكرين معرفتك بهذا؟ لا، ولكنني أحذرك منه. ما بك يا غزالة؟ أيحذر شبيب الشيباني من صالح بن مسرح ونحن أخوة سلاح؟ لكنه غاب عنك زمنا طويلا، فما دريت بالذي كان منه؟ اسمع يا شبيب، ما الذي يمكن أن يدفعه إلى حرب الأموي؟ الغيظ؟ الحسرة؟ الحقد؟ مهما كان السبب فإنه لن يكون الإيمان الذي يدفعك. إذن فلستما إخوة سلاح كما تظن. ويلك يا غزالة وما تلغزين به، فأفصحي. نمي إلي أن صالح بن مسرح قد راسل عبد الملك بن مروان وجعل بينهما الوسطاء، ولكن الأموي رده ورفض وساطته. سمعت بشيء من هذا، وما تيقنت منه؟ أنت لم ترد أن تتيقن منه، فأنت بحاجة لمن يقف معك في حربك ضد الأموي. اسمع يا شبيب، إن صاحب الإيمان تنصره نفسه، وصاحب الطمع تخذله نفسه، وأنا أخشى أن أطعمه الأموي وهو صاحب المكر والحيلة في شق الصفوف، فقد ينقلب أخو السلاح الراقد في بيتك ضدك. غزالة، غزالة، أدعوتني يا مولاي. رجل، ما بلغتني دعوة أكرم من هذه. اجلس. ليس حبا بك ولا شوقا إليك، لكن النوم جفاني فطلبت الميسور من الأنس. إني رهن إشارتك يا مولاي، وإن كان لي أن أسأل مولاي عما كان يؤرقه ويقلقه. لا يقلقني شيء، إنما هي اللهفة والشوق للشام، وها نحن نقاربها وعلى مشارفها فتريثت. يا مولاي، لو أننا غذذنا السيرة وما توقفنا لبلغناها وأطفأت وقدة هذا الشوق. ويلك يا ابن يوسف، لا أريد لها أن تنطفئ بل أن تزداد اعتقادا ليكون اللقاء أبهج للنفس. فارقتك الفطنة في هذه المرة يا ابن يوسف، كنت تريدني أن أصل الشام ليلا والناس نيام وأنا عائد إليهم بهذا النصر. قل لي يا حجاج، ماذا سيكون من أهل الشام وقد رجعت بضم العراق؟ ليس ضما يا مولاي، بل إعادة الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه وانتزاعها من مغتصبها الزبيريين. عاودتك الفطنة، وماذا بعد؟ ليس قولي هذا كلام عابر في ليلة مؤنسة، فإني لا أرى والله بقعة من بقاع الإسلام إلا وتكون تحت سلطانك وسلطان بني أمية، وأن تتوحد ديار المسلمين تحت راية خليفة المسلمين، ثم تمتد راية الإسلام إلى ما وراء ذلك من بقاع الأرض. بلغت واشتط بك الخيال كثيرا يا ابن يوسف. يا أمير المؤمنين، لا أقول شيئا في هذا الأمر إلا وأستمده مما يجول في خاطر مولاي الخليفة ويمول في نفسه. اذهب للنوم يا حجاج، اذهب للنوم. أحب أن ألقى الشام بكامل يقظتي. Thank you.
قربنا الشام يا مولاي. أتظن أني لا أشعر بذلك؟ لا بالنظر فقط، بل بوجيب القلب يا حجاج. اسمع، دع قادة الجند ينحرفون بالجيش ويدخلون المدينة من أبواب تفضي بهم إلى معسكراتهم. لا أريد أن أدخل المدينة بهذا الجيش كله، بل برهط صغير فيه نفر ممن يحيطون به. أكون مع هذا النفر؟ هذا نفر فيه المقربون مني يا حجاج، وأنت واحد منهم. لا أريد أن أدخل المدينة في وضح النهار، فيحف بي الناس بإشفاقهم وتعازيهم. نتريث هنا إلى أن تميل الشمس إلى الغروب. كانت ندهة كهذه لا تجد في البصرة من يلبيها. أية همة أوجدتها فيهم يا مهلب؟ والله لست أنا الذي جمعهم يا أبا بحر، بريقة النصر ذهبت بروعهم وجمعتهم. كانوا يظنون أن قوة الخوارج لا تهزم، فادعوا لنا بمزيد من النصر إن شاء الله. وفقكم الله ونصركم. هيا الشام كلها تخرج للقاء الخليفة بعد رجوعه منتصرا، وأنت تهم نحو دارك. أي نصر يا عابد في قتال ودماء العرب والمسلمين فيما بينه؟ إن كنت لأقوى على فعل شيء فألزم داري، فلست سعيدا بكل هذا الذي يجري ليحتفي به من شاء، ولست منهم. هيا هيا. أمامك ودمي على كفي لأقول قولتي هذه، إن لم يقطعها علي سيفك فإني عارف أنه لم يبق لي في هذه الحياة إلا أن أتم قولي، وإنني هالك لا محالة. قل ونزن قولك بين البقاء والفناء. أن تكف عن أبناء الزبير بن العوام، فإنهم والله صفة الصفوة وزبدة القوم وخيرة العرب. نكف يا شيخ عندما يكفون عن منازعتنا بالملك والحكم. قد سفكت دم مصعب فاكتفي وارجع عن عبد الله، فإنه والله ما هو برجل دنيا لينازع في ملك، وإنه الصائل بالحق القائل بالصدق المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المشاهد في القيام المواصل للصيام والحافظ للقرآن. اقتله يا مولاي أو دعني أفعل فلقد أغاضني. ويحك يا حجاج، أيقتل الخليفة رجلا من رعيته على مرأى ومسمع من الناس؟ وماذا بعد عن عبد الله بن الزبير؟ إنه صوام قوام، للحق قوال وللرحم وصال، شديد على الفجرة ذليل للأتقياء والبررة. قد سمعنا لك يا شيخ، ولا ندري إن كنت بهذا تمتدح ابن الزبير أم تذمنا. ما قلت فيك بل فيه. وإن كان هذا الرجل الذي في موكبك حرض على قتلي فافعل، فإني أرى في وجهه سمات من يقتل لقولة صدق. هي قولة صدق يا شيخ وتجاز عليها، إنما قل لي لماذا لم تلتحق بابن الزبير إذا كانت هذه قناعتك فيه وهو والله كما ذكرت؟ لا
تمنيت جواره وجوار بيت الله الحرام، ولكن انقطعت بي إليه السبل. فأصيلك إليها. تعال أيها الجندي، التقط هذه الدنانير وتجهز بها للسير إلى مكة، واستعن بها على ما بقي من دنياك. خذها، فوالله إنها عطية صادقة كصدق قولك، ليس فيها أية منا. فإذا بلغت مكة ولقيت ابن الزبير فيها وهو على ما ذكرت من الزهد بالدنيا، فانصح له أن يخلي الدنيا لأهلها وأن لا ينازع في الحكم ويدع الملك لأصحابه. يا قطري يا ابن الفجاءة، ألا تحقن دماء قومك بأن ترجع وإياهم إلى طريق الحق؟ ويلك يا مهلب، ماذا تقول؟ فوالله سبحانه من لا حكم لنا إلا حكمه، ما ضللنا وما حدنا عن الطريق، بل أنت ومن معك من ضللتم عنه. إذن السيف بيننا. بيننا السيف إذن، ولا يظل بأيدي المؤمنين. الله أكبر! لا حكم إلا حكم الله. صدقني القول يا صالح، كذبتك من قبل؟ لا، إنما أمر كتم أرجو أن تجلوه لي. فسأل. نبأ تراسلك مع عبد الملك بن مروان. لا أكذب فيه ولا أكتم، بلى قد كانت سلة في النفس فاستقامت وعلوت فوقها. فمتى؟ قبل رده لك أم بعده؟ لما تسأل؟ أفي نفسك ريبة؟ ما زاد كرهي لابن مروان بعدها عما كان كرهي له قبلها، وقد بلغ في الحالتين غاية بلوغه. فلما فعلت هذا؟ على هونك يا شبيب، أردت أن أبلغ إليه بوسائله بالمكر والخديعة حتى أصل إليه ولا أرتد عنه إلا ودمه يقطر من سيفي. ليست هذه سبلنا. أما قلت لك إنها زلة في النفس؟ نعم، إنها زلة، فما زال يثقل في نفسي بعدما ترصدت عبد الملك في موسم الحج.
وكدت أقتله غيلة وغدرا. قد فشل كلانا في هذا لأنه ليس سبيلنا، فلسنا نبلغ غايتنا إلا بالمواجهة والقتال. ألا ندخل الدار؟ فقد كان هما على صدري فأزلته. أيها القائد، ماذا بك يا ابن بشير؟ تصدع جيش الخوارج ويكاد ينهار، وإنها الفرصة السانحة لأن نحصرهم. بل ندع لهم منفذا ينسحبون منه ويفرون فنلحق بهم إلى ديارهم. ولما لا يكون ذلك؟ وبيدنا الآن نصية الأمر. ليس الانتصار بكثرة القتلى من العدو فحسب، بل بدحره وإخراجه من دياره ومكمنه وإزالته. فارجع إلى الجند بهذا. ما كنت لأفعل يا عاتكة، ولقد أرسلت له أماني فرفض الأمان واستكبر ثم قاتل حتى قتل. ما كان له إلا أن يقتل، فهون عليك. آل الزبير لا يموتون على أسرتهم، وكأنما كتب عليهم الموت في ساحات القتال. ما أردت هذه الحرب حبا بها، وإنما لأنفذ منها إلى سلام معه. ليته سالم وسلم. ما كان ليفعل وأنت به أدرى؟ لا أدري ما يكون من أمر أخيه عبد الله بن الزبير وقد بلغه مصير أخيه مصعب. أرجو أن يرده إلى سبيل الصواب ويسلم بالأمر الواقع. أتسير إليه بجندك؟ لا، لا أستطيع أن أشاهد مقتل ابن آخر من أبناء ابن الزبير. لا، لا أستطيع. عاتكة، ما بك؟ ما انتظرتك أن ترجع من حرب لتحدثني عن حرب أخرى وتملأ جو الغرفة برائحة القتل. لا، لا، بل يترك كل ذلك وراء ظهري. مولاتي، أترى يا سريع، أترى كم جاهدت لأن أحبس دمعي وقد آل له أن يفيض. قد علمت في خروجي هذا أن رملة بنت الزبير في المدينة، وأن أبناء عبد الله بن الزبير هنا أيضا. أما هؤلاء فدعهم، وأما رملة بنت الزبير فتخرج إليها بعد أيام لتدعوها إليه. قد أجد فيها أنسا. أجل، وعمل على دعوة من أوصيتك بدعوته من أصحاب فضل العلم والأدب في المدينة، فلا يخرجني مما أنا فيه غير أن أسمع منه ويسمعون مني. سأفعل يا مولاتي. على ألا يأتوني معزين، بل للحديث فيما ينفع الخلق في دنياهم وآخرتهم. اذهب الآن. ألا تكفين؟ هذا بيني وبين نفسي، وبين نفسي وبين الله سبحانه وتعالى. تهلكين نفسك.
وماذا بقي مني يطمع الهلاك به؟ ما أنا إلا رميم ينتظره القبر. يتراءى لي مصعب في يقظتي وهو يقاتل حتى يقتل، فأراه غارقا بدمه، فصرت أعاند الإخفاء أو يستعصي علي حين أطلبه. أما أنت يا عبد الله فتتراءى لي في يقظتي. على أي صورة؟ كنت قد حذرت ممن يحيطون به ويعول عليهم ويسند إليهم ظهره، فخذلوه وقتلوه، فمضى مصعب في سبيله للوقوف أمام العرش العظيم فتحتسب حسناته الكثر وقلة سيئاته، فأحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. أما أنت يا عبد الله، ماذا عني وأنا بجانبك؟ فأكرر تحذيرك ممن معك وحولك وخذلانهم لك. ما كأنما تنبئينني بحرب. أتراها بعيدة عنك؟ ما أن يسترح ابن مروان مزهوا بنصره على أخيك مصعب في العراق حتى ينقلب إليك في الحجاز. لن يدخل ابن مروان مكة إلا حاجا. توهم نفسك يا عبد الله، قد لا يأتي إلى مكة حاجا، لكنه سيبعث من يقاتل ويجتاح مكة ويلقي عليه الوزر. تهوين يا أمه، تهولين. بل أنت تنسى، أما فعلها يزيد بن معاوية أرسل ابن مسلم ورمى الكعبة وارتد عنها خائبا، ثم أصلحت من هدم منها على خير ما يكون عليه بيت الله الحرام. أما إذا فعلها عبد الملك؟ سيفعل. لن يكون شأنه إلا شأن من سبقه، إن لم يخذلك في هذا من حولك كما خذلوا أخاك مصعب. لقد دان لنا العراق بحمد الله، وخضع لسلطان صاحب الحق في السلطان على ديار المسلمين، خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. وإني أولي أخي بشر بن مروان على الكوفة. يا أمير المؤمنين، بشر غض، وما حضر مجلسك من قبل، ولا دراية له في أمور السياسة والحكم، ولا عزم له في الحرب. يحكم باسمي ويستمد العزم من عزمي، ولا أولي واليا ولاية إلا إذا كان صورة مني، وأولي خالد بن عبد الله واليا على البصرة. الشكر والعرفان يا أمير المؤمنين على ما أسبغته عليه، إنما البصرة لم يستقر أمرها بعد، وفيها المهلب بن أبي صفرة. ويلك يا خالد، ألا يكون الوالي إلا في مكان استقرت أموره؟ فلما هو إذن للدعة والنزعة؟ فإن لم تكن على قدر هذا الأمر. ما قصدت هذا يا أمير المؤمنين، لكن أن تمدني بما يشد عزمي على أن أفعل ما يرضيك وتقبله. ما نطقت بتوليتك إلا وقد منحتك معه ما تطلب. أراك صامتا يا حجاج، وما كنت تفعل؟ قد سمعت من مولاي ما ألجمني القول، فإن يأذن لي أمير المؤمنين. ما غادر أحد مجلسي من قبل أن أغادره، وإني أمنحك هذه الحظوة، فانتظر حتى أدعوك. هذا رجل لا يستطيع أن يكتم غيظه،
وهو ما يعجبني به. كأنما يطمع بولاية في العراق. لا أولي واليا من خارج آل الخلافة والملك فيستهين بأمر الناس. لولا أن يدخر الحجاج لأيام مقبلة تحتاج إلى الأشداء من الناس بطقت به. أأنا الذي أستعجل أم هو الذي يستمهل؟ ما الذي يجول في خاطره؟ فوالله إن لم يعدني لأمر جلل أبلغ فيه ما أسعى إليه لكان مني. أهلا بك يا حجاج. أهلا بالقائد روح. عجلا في ذلك، لا أريد أن يترك فراغ في العراق تطل الفتنة برأسها منه. امضيا على بركة الله. ما ظننت أنك ترجع يوما إلى هذا المكان وقد بلغت ما بلغته بعد خروجك منه. وددت لو أتجاوز كل هذا وأرجع إلى الطائف وأعلم الصبيان. ألم تسعى للتقرب من أمير المؤمنين حتى بلغت عنده هذه المكانة؟ قد لا أصلح لمقاربة الخلفاء وذوي الشأن. لا، بل إنما في نفسك يفوق ما تلقاه عنده. أما خرجت مع أمير المؤمنين إلى العراق وحققت معه هذا الظفر، فبماذا ظفرت أنا؟ هذا هو الأمر. إذن اسمع يا حجاج، قد عرفت أمير المؤمنين زمنا وعرفتك، أو عرفت منك ما يجعلني أقول هذا. ما خرجت معه إلى العراق لحرب مصعب إلا وأملت أن تبقى واليا على الحياة، وقد خاب رجاؤك. لكني أقول لك إن أمير المؤمنين ما أعادك إلى مجلسه إلا وهو يعدك لشأن أكبر من هذا، فاعمل بما لا يخيب رجاؤه فيك. أتذهب؟ جئت وأنا أنتظر منك أن أسمع غير هذا القول. فهل أرضاك أم أغضبك ما سمعت؟ لا أدري. أذهب وأزنه، فقد ضيقت علي ما بين السخط والرضا. عاد العراق إلى حوزة الخلافة مع الشام ومصر وفلسطين، ولم يبق خارجها إلا الحجاز أغلى مطارح الأرض وصلة الوصل الوثقى بين السماء والدنيا. هو كذلك يا أمير المؤمنين، فلا يبقى خارج سلطان خليفة المسلمين. أجل، أتجهز للسير إلي؟ لا 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 لا، لن أدخل مكة مقاتلا أو غازيا، ففيه سبة الدهر. قد نهى يزيد بن معاوية بنفسه عن هذا الأمر وأرسل بمسلم بن عقبة لنبعث بطلب الحجاج بن يوسف. أتبعث به يا أمير المؤمنين وما هو بأهل ليقود جيشا في حرب؟ لا 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 لا، هو أمر للمشورة فقط، فهو حديث مفارقة للحجاز وأدرى بأموره. ما كان بالحجاز إلا معلما للصبيان. أتنكر عليه ما اكتسبه بقربه منا؟ Thank you.
أنت هو. هذا اسم أم صفة؟ الحجاج بن يوسف. وأنت طارق بن عمرو. يا الله، يمر كل ذلك الزمن بعد ذاك اللقاء لأعرف من تكون. أما أنا فقد عرفت كل شيء عنك منذ عدت إلى الشام. أين كان غيابك عنها؟ أطوف الديار وأستطلع أحوالها بأمر من أمير المؤمنين وآتيه بأخبارها، وآخرها كان الحجاز وقد أطلت المكوث فيها. الحجاز، لن أسألك عنه، وما تراه أنت أو سواك فيه غير ما أراه له. اسمع يا ابن عمرو، قد أحسنت لي في ذاك اللقاء البعيد بيننا، وأحفظ لك ذلك. أما في هذا اللقاء فتسيء إلي بأنك تؤخر لقائي. لا، لا أحب أن أسيء. إذن نلتقي بعد هذا. إنما يمر بعض الناس فيأخذون علينا ما ندخله في بناء الكعبة المشرفة على غير ما ألفه. الحجر؟ هذا وغيره. الأمور مرهونة بنتائجها. قد ضربت الكعبة بالمنجنيق فأوهنتها حجارتها ومالت جدرانها، وغايتنا تقوية ما وهن منها. وغيره يا أمير المؤمنين. هذا عملك أيها الشامي، فلا تشغل أمير المؤمنين به. لا يا ابن صفوان، لا يشغلني شاغل من أمور الدنيا عن هذا الأمر حتى أتمه. لكني أفهم ما يراه الناس مما تجريه على بناء الكعبة. يا ابن صفوان، حدثتني أمي أسماء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حدثوا عهد بفكر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل. أما الآن وقد ثبت الإيمان في قلوب الناس فإني فاعل ما يجدر بي فعله. السلام عليكم. السلام. يا أمير المؤمنين، قد عشت الشطر الأول من العمر في الطائف قريبا من مكة، وقد رصدت الأمر فيه وعرفت منه فوق ما يعرف غيري، وقد نفرت من ضيق ما شهدت إلى رحاب سلطان أمير المؤمنين، وأرى أن الحجاز قد نضج ليضم إلى هذا السلطان، ولا أرى في ابن الزبير إلا حارس ثمار قد أوفى نذره وحان لصاحبها قطافها. ومن تراه له؟ أنا له يا أمير المؤمنين، فإني رأيت في منامي أني أخذت عبد الله بن الزبير وسلخته، فبعث بي إليه فإني قاتله. أتراني أسير جيشا وراء رؤيا تراها؟ إن لم تكن رؤيا أمير المؤمنين وإني رأيتها. إذن فأنت له، فامضي إليه. ما تطلب لهذا؟ أما العزيمة وفرة من عزم أمير المؤمنين، ويلزمني الجند والمال. نمدك بكليهما. المال موفور، وأما الجند فيسير معك كتائب من الشام وكتائب من الكوفة، تسير وراءك إلى مكة. فتجهز، وليكن انتصارك عليه شفيعا لك عن قتلك إن فشلت. يا أمير المؤمنين، لا أريد كلاما في هذا الشأن، هي رؤيا رأيناها معا، فامضي إليه.
ما عهدتك تبقى وحيدا في مجلسك، وعلمت بخلوه إلا منك فجئتك. عدت من تفقد العمل في الكعبة المشرفة وتوسعة الحرم، فخلوت إلى نفسي. أدعوك لنفسك إذن. أماه، ما نفسي إلا من نفسك. كيف وجدت سير العمل؟ على خير ما يرام. لما لا تخرجين فترين بنفسك؟ هل بقي في بصر يرى؟ لا أحب أن أستجلي مشهد الكعبة والحرم ببصر الكليل، وحسبي أنهما ماثلان في البصيرة، لكنك تجهد نفسك بهذا الأمر. إلى أن أتمه قبل موسم الحج، فلا يأتي حجيج بيت الله إلا وقد تجلى لهم بأبهى صوره. بورك بما تفعل، وجزاك الله خيرا عن المسلمين. إنما تساورني مخاوف ولا أقوى على كتمانها. أفصحي عنها، تتبدد. أخشى أن يسبق الحجيج إلى مكة أعداء مكة وأعداؤك. أهجس بهذا، إنما لا يوقفني ولا يمنعني على ما نويت وشرعت بإتمامه. فأنت بحاجة لتعد القوم للقتال وللدفاع عما تبني. ولا أصرفهم عن البناء. يا عبد الله، إن سير إليك المرواني زبانيته فسيسير إليك من هم أكثر شدة وقسوة. لا يروعك هذا يا أماه، إني أعلم، وأنا لهم معي صفوة من قوم بايعوني حتى الموت، وهم يصبرون على بلاء الله، وقد اشتروا من الله أنفسهم بأن لهم الجنة. إن كان هذا قد استقر في نفسك فليكن فيه دفع البلاء. أرأيت يا حجاج، لكن فيك غضب سريع يحجب عنك التبصر. أترى في رجالك من يسير معي؟ فيهم خيرة من يصلحون لهذا، وأسير معك فيهم إن رأيت. قد وفيت يا ابن زنباع بكل ما عهدت، وإني مدين لك والله بكل ما أنا فيه. أما في هذا الأمر فلا أراك قاصدا مكة إلا حاجا لا مقاتلا.